بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه الشكر لموقع أخبارنا على التزامه وتفاعله مع الأحداث الوطنية. أبدأ هذا الحوار أولا بالتفاعل مع الإعلان الروسي حول إيجاد لقاح فعال وذو مناعة مستدامة، يخلق مناعة مستدامة لدى المرضى فيما يتعلق بكوفيد 19. هذه أولا، هذا هو أولا خبر جيد ويبعث على التفاؤل. ولكن فيما يخصنا في المغرب فالتساؤل الذي نطرحه هو كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الخبر. الآن هناك ما يناهز مليار جرعة تم طلبها من طرف 20 دولة عبر العالم لروسيا. أين نحن في المغرب من هذه المسألة؟ هل الحكومة تفاعلت مع هذا الأمر؟ هل قامت بتوقع ما يمكن أن تقوم به؟ هل ستأخذ عن روسيا هذا اللقاح؟ هل قامت بما يجب من أجل هذه المسألة؟ هذا سؤال نطرحه على الحكومة ونتمنى أن تجيبنا عليه في أقرب وقت ممكن، لأن الانتظار صنع لقاحات جديدة في دول أخرى ومن طرف مختبرات أخرى قد يجعلنا ننتظر مدة طويلة جدا، وبالتالي في ظل تفاقم ديال الوباء على الصعيد الوطني يبدو لي أنه يجب التفكير بجدية في التعامل مع الخبر ديال إيجاد لقاح لدى روسيا. هذا فيما يتعلق باللقاح. أعود الآن للاقتراح الذي أثار الجدل مؤخرا على الساحة الوطنية والذي يتعلق بما قلت بأنه اقتراح تكوين حكومة وحدة وطنية للإنقاذ في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. يبدو لي أنه لم يعد في الحقيقة خفيا على أحد بأن الحكومة الحالية وصلت إلى الباب المسدود، وأن مجموع القرارات التي اتخذتها خلال هذه المرحلة تدلل على فشلها في توقع، فشلها في ردة الفعل، وكذلك التخبط والعشوائية في القرارات. وممكن أن نذكر العديد من القرارات التي أثرت كما قلنا سخط الشارع المغربي، وكادت أن تتسبب في المساس بالسلم الاجتماعي في العديد من المدن، لا سيما ما يتعلق بقرار إغلاق المدن بشكل مفاجئ، وقرار وتدبير المرحلة ديال عيد الأضحى وما إلى ذلك. إذا نحن أمام فشل حكومي في تدبير جائحة كورونا. ينضاف إلى هذا الفشل فشل الحكومة في مجموعة من الملفات الأخرى سابقا، وممكن أن نتكلم عنها ربما في فرصة أخرى، فيما يتعلق بالتدبير السياسي، بالتدبير الاقتصادي، بالتدبير الملفات الاجتماعية، بالتعامل مع مجموعة من القضايا على الساحة الوطنية. وبالتالي نحن أمام حالة فشل حكومي في القيام بالمهام المنوطة بها. الآن ما الذي يجب أن نقوم به؟ نحن على بعد بضعة أشهر من الانتخابات. إجراء الانتخابات في هذه الظروف هذه يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب، لا ماليا من حيث أنه ستكلفنا الكثير من الناحية المالية وتكلف الخزينة العامة الشيء الكثير، ولا كذلك صحيا وبائيا واجتماعيا. ولذلك لابد من إيجاد حل يجعل أو يرفع أولا من مردودية ونجعة الفريق الحكومي، وكذلك يمكننا من تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر وتفادي إجراء الانتخابات. ولذلك جاء الاقتراح المتعلق بحكومة وحدة وطنية برئاسة ولي العهد مولاي الحسن. المدخل الدستوري واضح في هذا الأمر ويتعلق بالفصل 59 الذي يتعلق بحالة الاستثناء. وكما قلت دائما فإن أي دستور في العالم كما فيه فصول تتعلق بتدبير الحالات العادية ففيه كذلك فصول تتعلق بتدبير الحالات الاستثنائية، والفصل 59 يتعلق بتدبير الحالة الاستثنائية اللي تنعيشها حاليا على الصعيد الوطني. فهذه حالة الاستثناء
تتطلب تكوين حكومة فاعلة وناجعة. ولذلك اقترحنا مولاي الحسن ولي العهد كرئيس لها لأسباب يعلمها الجميع. أولا كما قلت دائما لأنه ولي العهد يعتبر محايدا سياسيا وعلى نفس المسافة من جميع الأحزاب ومن جميع الهيئات السياسية ومن جميع الإيديولوجيات. ثانيا كما قلت سابقا كذلك فهو يحظى بإجماع شعبي كبير جدا. والمسألة الثالثة هو أن ضمانات النجاعة وضمانات الفعالية موجودة ومؤكدة مع حكومة يرأسها ولي العهد مولاي الحسن. هذا المدخل الدستوري. كما قلت هذا مدخل دستوري استثنائي. وأذكرك أن الحكومة كذلك سبق أن لجأت إلى فصل لا يستعمل إلا في الحالات الاستثنائية ويتعلق بالفصل 77 من الدستور الذي قامت من خلاله الحكومة بإلغاء المناقشة في البرلمان ورفضت جميع التعديلات التي قدمها النواب في البرلمان من خلال استعمال الفصل 77 المتعلق بخلال النقاش ديال المادة 9 في قانون المالية لهذه السنة. فلذلك أقول بأن حكومة وحدة وطنية برئاسة مولاي الحسن ولي العهد تعتبر الحل الأمثل لتجاوز هذه المرحلة ولإعادة دوران الحياة في المغرب إلى دورانها الطبيعي وإلى حالتها الطبيعية. أولا هذا لا يضرب في الديمقراطية لأن كما قلت هذا فصل متواجد في الدستور، هذا ليس فصلا من خارج الدستور، هذا فصل 59 هو فصل من فصول الدستور. وبالتالي فالدستور كما قلت لا يلغي بعضه بعضا وهو يظل نفس الدستور الذي نسير به الحالة العادية، فنحن نلجأ إليه اليوم لتدبير هذه الحالة الاستثنائية. كما أن الفصل 59 ما ربما لا يعلمه الناس هو أنه خلال مرحلة الاستثناء لا يحل البرلمان، البرلمان الذي يمثل الحساسيات السياسية يظل في مكانه، يظل البرلمان في مكانه وتظل الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق وبجميع الحقوق كذلك مضمونة بجميع الأصناف ديالها. لذلك لا أرى أين هو المساس بالديمقراطية طالما أن البرلمان موجود، طالما أن جميع الحقوق والحريات كذلك مضمونة بنص الفصل 59، فلا يبدو لي أين يمكن أن نجد مسألة المساس بالديمقراطية في هذا الفصل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.